غنم باريس سان جيرمان النقاط الثلاث من رحلته الى نانت ليبقى في صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم. حقق باريس سان جيرمان فوزا باهرا على مستضيفه نانت بثلاثية نظيفة اليوم السبت في المرحلة السادسة من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم، وفرض النجم الفرنسي كيليان مبابي نفسه نجما للمواجهة بتوقيعه لهدفين، في حين تكفل البرتغالي نونو منديش بتسجيل الثالث للباريسيين، وبادر فريق العاصمة الفرنسية بفتح النتيجة من هجمة خاطفة رائعة قادها الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب التمريرة الحاسمة، وأنهاها مبابي بأفضل شاب في الزاوية البعيدة لحارس أصحاب الأرض لافان في الدقيقة 18. وزاد المدافع البرازيلي فابيو دا سيلفيا من متاعب نانت بعد تلقيه للبطاقة الحمراء في الدقيقة 24، واستغل سان جيرمان النقص العددي في صفوف منافسيه على أكمل وجه، إذ ضاعف مبابي النتيجة في الدقيقة 54 من تمريرة حاسمة أخرى للساحر ليونيل ميسي، رافعا رصيده إلى 7 أهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم. وتساوى نجم اليو مع زميله البرازيلي نيمار دا سيلفيا على مستوى صدارة هداف المسابقة المحلية 7 أهداف، وأبى البرتغالي نونو منديش إلا أن يسجل اسمه على لائحة الهدافين بتوقيعه للهدف الثالث في الدقيقة 68 من تسديدة ساحقة داخل منطقة الجزاء اصطدمت برجل مدافع نانت البرازيلي أندري، وهو أول هدف للبرتغالي مع فريق العاصمة الفرنسية، وهو الفوز الخامس لباريس سان جيرمان في الدوري هذا الموسم مقابل تعادل واحد، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الدوري المحلي بفارق الأهداف عن مارسيليا. في المقابل تجمد رصيد نانت عند 6 نقاط.